الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة عدد كبير جدا 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 من الإشاعات التي تظهر خلال هذه الأيام ضد النادي الأهلي. وأنا لما أجي أتكلم مع حضراتكم دايما لما بحب أتكلم معاكم بحب أتكلم بالمنطق والعقل، بالمنطق والعقل، زي ما اتعودت مع حضراتكم دايما إن احنا نقعد نشرح كل حاجة وبالراحة خالص، وإذا اقتنعتوا حضراتكم في الآخر ببقى سعيد جدا بردود الأفعال اللي بتيجي على هذا الموضوع. ولكن كوباية الشاي دي مثلا ما فيهاش سكر، ينفع أجي أقول إن فيها سكر؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن اللي عاملها لي جايبها لي من غير سكر. هل ده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ طيب، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، مؤمن زكريا خلال الفترة السابقة هل كان مقيد في النادي الأهلي ولا لا؟ مؤمن زكريا لم يكن مقيدا في النادي الأهلي، وكان هناك اتفاق ما بين مؤمن زكريا والكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ أحمد يحيى أو الكابتن أحمد يحيى وكيل اللاعب على أربع بنود. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان في شهر 6 أو 7 اللي فاتوا، يعني قبل القيد ما يبدا وقبل الهيصه دي ما تبدا وكل الكلام ده كله. كان هناك اتفاق مع ما بين او كان هناك جلسه بتجمع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن مؤمن زكريا والكابتن احمد يحيى. هذا الثلاثي قعدوا مع بعض، اتفقوا على بعض الامور. من ضمن هذه الامور أنه لن يتم قيد مؤمن زكريا في القائمة الجديدة. نمرة 2، أي حاجة عايزها مؤمن، أي حاجة عايزها مؤمن في قصة علاجه، النادي الأهلي هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الموضوع. بسقف مفتوح. بسقف مفتوح. يعني إيه؟ يعني أنا عايز علاجي في ألمانيا، مفيش مشكلة. علاجي في اسبانيا مفيش مشكله، علاجي في الحته الفلانيه مفيش مشكله، اعمل اللي انت عايزه واللي انت شايفه في مصلحه مؤمن زكريا واحنا هنبقى موافقين كنادي اهلي. يعني دي بنود الاتفاق. انا مؤمن انت مش هتتأيد السنه دي طبعا لان يجب، وهنا في النقطه دي ناخدها واحده واحده. بغض النظر عن او يعني لما نيجي نتكلم هنا انا هتكلم عن المصلحه العليا للنادي الاهلي ومصلحه مؤمن العليا. مؤمن مش هيلعب وبالتالي النادي الاهلي يستفيد من مكان مؤمن. هل ده كلام منطقي ولا كلام بنقوله وخلاص؟ يعني هل كان من المفروض ان النادي الاهلي مثلا يأيد مؤمن اللي مش هيلعب السنه دي؟ كان الناس هتحاسبه، الناس كانت هتحاسب مجلس الاداره، انت ايدت فلان ليه على الرغم من ان انت عارف ان هو السنه دي مش هيبقى موجود معاك ومش هيلعب. يعني هل محمد محمود مثلا لو لم يتم قيده في شهر يناير اللي جاي هيبقى النادي الاهلي استغنى عن محمد محمود او مش عايز محمد محمود؟ كلام الحقيقه انا ما اقدرش اتكلم، يعني انا مش عارف الحقيقه ليه جمهور النادي الاهلي، وأنا متأكد إن الموضوع أبسط من كده بكتير، لأنه هناك البعض من من لا يشجع النادي الأهلي. كلمة اللي أنا دايما بقولها لحضراتكم،